لقد عشنا في هاتاي زلزالا كبيرا وكارثة ضخمة، بذلنا فيها مجهودا وطاقات كثيرة خلال الفترة الماضية. بالنسبة للمواطنين من سكان ولاية هاتاي والذين خرجوا إلى ولايات أخرى، تسعى الحكومة إلى تسهيل عودتهم ليتمكنوا من استخدام حقهم في الانتخاب والتصويت ضمن ولايتهم، ليس فقط لانتخاب حزب العدالة والتنمية، وإنما لانتخاب أي حزب يرغبون في التصويت له وممارسة حقهم في الديمقراطية. كما نعمل على مساعدة المتضررين من الزلزال، وذلك بالذهاب إلى الوالي أو القائم مقام في الولايات التي ذهبوا إليها لمساعدتهم في اتخاذ القرار وتحديد المنطقة التي سيصوتون فيها، أو تسهيل عودتهم إلى ولايتهم للتصويت فيها. كما تم العمل على تحضير صناديق للاقتراع في جميع مناطق ولاية هاتاي، وتمت حمايتها وتأمينها وفحص المنطقة من قبل لجان مختصة للمحافظة على سلامة المواطنين. فقد بذلت الدولة جميع الإمكانيات لإتمام عملية التصويت ضمن مراكز الولاية، حيث سيتمكن كل مواطن من ولاية هاتاي من القدوم إلى المراكز المحددة واستخدام حقه في التصويت بكل حرية وديمقراطية.